السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف الفيديو الصادم ده مع بعض. انت متراقب طول الوقت، الكاميرات في كل مكان مراقبة كل الناس، سواء مراقبة العربيات، الأشخاص، كل حاجة. ده بيفكرنا بالقصص الأخ الأكبر يراقبك. الكمبيوتر دلوقتي بقى مش كاميرا مثبتة وخلاص، لأ، مراقب كل شخص وعارف كل شخص اسمه ايه والحاجات دي كلها، ويبدأ يحلل كل حاجة بحيث ان هو يتابع الحركة بتاعتها ويستنتج وبيعمل تراك لكل حاجة من ساعة ما تخرج من البيت لحد ما ترجع. وجوه البيت بقى بيبقى المراقبة من خلال حاسوب تانية. موضوع صعب، يعني ضريبة بندفعها نتيجة التقدم العلمي. الأجهزة، في أفلام كتيرة ومسلسلات كتيرة اتكلمت عن الموضوع دوت، إن هو عشان الأمن والحماية فهو لازم يعرف أماكن وأشخاص وكل حاجة الكمبيوتر، ويبدأ إن هو يحللها، ولو في حد شبه فيه يبدأ يبعت لي الجهات المختصة. فالله المستعان.